الحقيقه يعني يمكن دايما بنحاول وانتم صاحيين الصبح كده لما تفتحوا علينا نقول لكم دايما اخبار تخليكم مبسوطين ان انتم بداتوا النهارده اليوم او مبسوطين بحاجات حلوه بتحصل في البلد علشان دايما تحسوا ان الدنيا كويسه كده من اول اليوم. النهارده بقى يا جدع عايزين نتكلم معاهم عن حاجه مهمه ويمكن هتهم ناس كتير جدا وقطاع هام جدا في مجتمعنا، لان في ناس لسه مش عارفه تسافر، مش عارفه تتحرك، وفي ناس بتعتمد على انها تتفسح جوه البلد وتاخد راحتها انها تاخد ولادها وينزلوا يقعدوا في اماكن مفتوحه عشان يشموا هوا يغيروا جو. ويمكن احنا بقالنا 6 شهور نقدر نقول كده ان الاماكن كلها قافله، واي اماكن فيها تجمعات للاسف بتكون مقفوله، وده طبعا حفاظا على سلامتكم، ولو في حاجه مفتوحه بتكون مفتوحه طبق شروط واجراءات مهمه لازم تاخدوا بالكم دايما وانتم بتتحركوا فيها. ولكن النهارده نقدر نقول كده خبر سعيد ويمكن يفرح ناس كتير جدا، لان في ناس كتير بتعتمد على الخبر اللي هنقوله النهارده. بعد 6 شهور غلق لحديقه الحيوان وكمان جنينه الاسماك، نقدر نقول ان من يوم الاثنين اللي جاي باذن الله اخيرا هيتم فتح ابوابها، وهتقدروا حضراتكم تاخدوا اطفالكم وتنزلوا وتقدروا تقضوا اليوم هناك، ولكن ده طبعا وفقا لكل الاجراءات المهمه، ولازم تاخدوا بالكم ان دايما يكون معاكم الكمامات، تاخدوا بالكم كويس قوي، يكون معاكم الكحول، تاخدوا بالكم يكون معاكم الجوانتيات اللي بتلبسوها او اي حاجه تخليكم دايما محافظين على صحتكم وصحه اولادكم، لان هي دي اهم حاجه. الدنيا بتفتح شويه شويه والبلد الحمد لله بترجع تفتح شوية شوية، ولكن زي ما الدولة بتاخد بالها انها تحافظ على حضراتكم وان المكان نفسه هيكون واخد باله كويس قوي من كل الاجراءات الوقائية اللازمة، لازم كمان احنا ناخد بالنا، لازم احنا كمان ننزل نتبسط ولكن نحافظ على صحتنا، هي دي اهم حاجة.